يعد معرض الرياض الدولي للكتاب منصة مهمة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة لعرض مؤلفاتهم وخدماتهم. وتأتي الدورة الجديدة من المعرض جسرا ثقافيا لفهم الآخر ومساهما رئيسيا في الحراك الثقافي الوطني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية الوعي المعرفي. مزيد من التفاصيل مع موفد مركز الأخبار إلى الرياض في التقرير التالي. سجل معرض الرياض الدولي للكتاب حضورا لافتا في عدد الدور المشاركة من محلية وعربية وأجنبية وتنوع عناوين إصداراتها ومعروضاتها للكتب بما يرضي طالبيها والباحثين عنها. أجمع المشاركون على أن المعرض يمثل ظاهرة ثقافية بل يعد أيقونة المعارض العربية وعينها لكثرة الزوار والقوة الشرائية الكبرى التي يزخر بها معرض الرياض الدولي للكتاب. معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 اعتقد انه يعني من احسن المعارض التي مرت عليها، يعني مرت على السعوديه، والحقيقه على عده اسباب. اولا عدد العناوين المعروضه تضاعف، المساحات الواسعه مكنت من اداره المعرض من زياده عدد دور النشر المشاركه. ما شهدناه في المعرض السنه هذه بالنسبة لنا يعني يشكل مفاجأة جميلة جدا. أولا حجم المعرض الكبير ما شاء الله، والتنظيم الجميل والمميز، البرنامج الثقافي الثري اللي موجود فيه. كثير من دور النشر العربية والعالمية صارت تتنافس للمشاركة في هذا المعرض سنة عام تلو آخر بسبب القوة الشرائية من القارئ السعودي والخليجي، بحكم أن بعض الدول قريبة من هنا فيجون يحضرون للمعرض هذا. المعرض شهد توسعا كبيرا في المشاركات من قبل دور النشر، إذ تم هذا العام افتتاح صالات كبرى تعزز دور النشر، كما أن هناك فعاليات ثقافية تتحدث عن الأدب والفن. حقيقة أنا زرت معرض الكتاب أكثر من مرة، وما شاء الله تبارك الله كل يوم عن يوم قاعد يزيد، وفي فرص كثيرة تمنح خاصة للمؤلفين الجدد والشباب، وبرضه في تنوع، يعني ما هو أنشطة كتب فقط. شفت أنا جزء من وزارة الثقافة، وشفنا جزء كمان من وزارة التراث. معرض الكتاب هو فرصة اليوم للقاء مع ناس طيبين من يعني دول مختلفة، فرصة أيضا أن احنا نتعرف على ثقافات أخرى، وفرصة أيضا نشوف الكتاب ونشوف الإنتاج الأدبي والإنتاج الثقافي مع الدول الأخرى. هذا ويجمع معرض الرياض الدولي للكتاب في برنامجه الثقافي هذا العام نخبة من الكتاب والمؤلفين الذين قدموا ندوات ومحاضرات يسلطون فيها الضوء على مؤلفاتهم، عوضا عن العديد من الجلسات الحوارية التي تستضيف مفكرين ومبدعين من كافة المجالات. بحلة متجددة مليئة بألوان الثقافة والأدب والمعرفة، يواصل معرض الرياض الدولي فعالياته المتنوعة تجمع صناع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، يعتبر أضخم حدث ثقافي في عام 2022. من العاصمة السعودية الرياض، خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.